إذن السلام عليكم. تقرأوا التمرين الثاني الخاص بدرس مبرهنة فيثاغورس. إذن كما العادة حاولوا تقرأوا التمرين، حاولوا تنجزوه في ورق المسودة، وعد أتموا مشاهدة الفيديو باش تعرفوا على الأخطاء ديالكم، وشكرا. إذن السلام عليكم. ننتقلوا للتمرين الثاني الخاص بدرس مبرهنة فيثاغورس. إذن في التمرين الثاني كما سبق وأشرت إليه في بداية الفيديو، كمعطيات عندنا يبين الشكل التالي. إذن هذا الشكل هذا، وفهذا الشكل عطاونا أن D هي المسقط العمودي للنقطة P، وعطاونا واحد ABC مثلث، وعطاونا هذه المعطيات. عطاونا AD كتساوي جذر مربع 3، DC كتساوي 2 جذر مربع 3، وBC كتساوي 3 جذر مربع 2. إذن أول حاجة قال لكم احسب المسافة BD. إذن عندي مثلث هنا باش نحسب بي دي. اذا فاش كنفكر كما قلنا في الدرس، كنفكروا في مبرهنه فيثاغورس المباشره، هي اللي كتمكنني من حساب احد اطوال اضلاع المثلث. غير هنا دابا خصني نختار المثلث. اذا لا بغيت نحسب بي دي، هنا المثلث اللي حسن نختار واش بي سي دي ولا بي ا دي. نجي نشوف بي سي دي، عندي بي سي كاينه في المعطيات، عندي دي سي كاينه في المعطيات، يعني الا اختاريت هذا المثلث عندي هذه معلومه هذه معلومه، غير هذه اللي مجهوله. الا اختاريت هذا المثلث ا دي عندي في المعطيات، ولكن ا بي ما عنديش، وعندي هذه مجهوله، يعني عندي جوج مجهولين في هذا المثلث الصغير، عندي بي دي و ا بي. اذا من الاحسن نختار هذا المثلث. اذا قلنا باش نحسبوا المسافه كنطبقوا مبرهنات فيثاغورس. اذا شنو تنجي نكتب الاستاذ لدينا؟ اذا هنا المثلث اللي قلنا غنختاره هو المثلث بي سي دي. فين قائم الزاويه ديال المثلث بي سي دي؟ قائم الزاويه فين؟ في النقطه دي. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة، شنو تقول لي مبرهنة فيثاغورس المباشرة؟ تقول لك مربع الوتر يساوي مجموع مربع الضلعين الآخرين. إذن لكن قائم الزاوية في دي، فينو المربع فينو الوتر؟ إذا الوتر هو أطول ضلع، ولا اللي تيكون مقابل الزاوية القائمة. إذا الزاوية القائمة دي فينو اللي مقابلها هو بي سي، والنصر هو الوتر. إذا شنو غنديرو؟ الوتر أس إثنان، يعني بي سي أس إثنان يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. شنو الضلع اللي يبقى لي؟ يبقى لي هذا بي دي أس إثنان، زائد شنو الضلع اللي يبقى لي؟ دي سي أس إثنان. وكنجي كنعوض بي سي دي في المعطيات هي 3 جذر مربع 2 الكل أس 2 تساوي بي دي، هي لما كنقلب غنخليها هي بي دي أس 2 زائد مع زائد دي سي أس 2 تساوي عندي في المعطيات شحال كتساوي؟ هي 2 جذر مربع 3 أس 2. وهنا كما تنقول لكم ديما، الله يرضى عليكم، كيف تنقول لكم ديما، كنستعملوا الخاصية القوى اللي هي أ في بي الكل أس إن. شنو هي؟ هي أ أس إن في بي أس إن. هنا غنطبقوا هنا، يعني شنو غتكون؟ هي 3 أس 2 في جذر مربع 2 أس 2. شنو كتساوي؟ هي بي دي أس 2 زائد هي 2 أس 2 في جذر مربع 3 أس 2. أنا كاع بستة، 3 أس 2 بشحال هي؟ 9 في ماذا؟ في 2، لحق الجذر مربع والجوج كيطيرو. هادشي راه قرينا في درس جذور مربعة والقوى. هنا شنو غتعطينا؟ هي بي دي أس 2 زائد هنا هي 4 فاش في 3، 9 في 12 في 2 هي 18 كتساوي بي دي أس 2 زائد 4 في 3 مشحال؟ 12. انا بغيت بي دي، يعني 12 غنجيبها لهاد الطرف. اذا بي دي أس 2 شنو غتكون كتساوي؟ الا جبتها لهاد الطرف شنو هي؟ هي 18 ناقص 12. الا جبتها كنجيبها بالمقابل، 18 ناقص 12 مشحال؟ هي 6. يعني عندي بي دي أس 2 كتساوي 6، ولا بغيت بي دي شنو غتكون كتساوي؟ هي جذر مربع 6. يعني أس 2 كندخلو هنا، باش نحيد الأس 2 كندخل الجذر المربع. نتمنى تكونوا فهمتوها. إذا الجزء الثاني في السؤال الأول عطاونا حساب ماذا؟ حساب كذلك المسافة AB. باش نحسبوا المسافة AB كذلك، شنو غنطبقوا؟ مبرهنات فيثاغورس. إذا غنجي أنا
فين هالمسافة أبي هي هديدا باش غنحسبها غنطبق مبرهنات فيثاغورس باش نطبق مبرهنات فيثاغورس غنعتبر إن المثلث اللي غنعتبر هو ABD وهاد المثلث ABD في القائم بالزاوية في بي. إذا لدينا ABD كيف داير مثلث كيف داير قائم الزاوية فين في دي. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة شنو كتهي الوتر أس إثنان كيساوي مجموع مربع الضلعين الآخرين فين الوتر هنا هو أبي يعني أبي أس إثنان شنو غتكون كتساوي هي أ دي أس إثنان زائد بي دي أس إثنان. أدي عندي في المعطيات هي جذر مربع ثلاثة أس إثنان زائد بي دي أس إثنان راح حسبناها قبيلة شحال هي ستة إذن كم تساوي ثلاثة أس إثنان هي ثلاثة مع جذر مربع أس إثنان كيمشي زائد ستة اللي هي كم تساوي تسعة يعني شنو غتخرج لي أبي أس إثنان كتساوي تسعة وأنا شنو باغي بغير أبي يعني أبي شنو هي جذر مربع تسعة جذر مربع تسعة كم تساوي ثلاثة وهنا حسبت أبي وبي دي اللي هما مسافات باستعمال اش مبرهنات فيثاغورس المباشرة. إذا ننتقلوا لآخر سؤال في التمرين الثاني هو طلبوا لنا أننا نبين أن المثلث ABC قائم الزاوية. وإذا باش نبين أن المثلث ABC قائم الزاوية شنو هي المبرهنة اللي كنفكروا فيها هي مبرهنات فيثاغورس العكسية وباش نحققوها شنو خص العلاقة الرياضية اللي نحصلوا عليها هي أن خصنا نلقاو أن مربع أحد أضلاع هذا المثلث كيساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين ولا لقيناه يعني أن المثلث حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية راه قائم الزاوية في النقطة اللي كتكرر في المجموع. إذا باش تزيدو تفهمو هادشي نديروه بطريقة عملية. إذا باش نبينو أن مثلث ABC مثلث قائم الزاوية نحسبو مربع كل ضلع فيه. إذا مثلث ABC شنو هما الأضلاع مناش كيتكون AC AB و BC كنجيو الشكل ها AB ها BC ها AC شكون اللي طويل فيهم هو AC. إذا كنجي تنكتب لدينا AC أس إثنان نحسبوها بشحال كتساوي AC أس إثنان شوفو بشحال كتساوي. إذا AC أس إثنان معندناش في المعطيات شنو عندنا في المعطيات عندنا AD و DC. إذا هنا نقدرو ندخلو واحد العلاقة رياضية شنو هي AC أس إثنان شنو كتساوي هي AD غير AC شنو كتساوي AC شنو كتساوي كتساوي AD زائد H DC وهنا عندي أس إثنان كنحتفظ بالأس إثنان وكنجي أدي عندي في المعطيات شحال كتساوي هي جذر مربع ثلاثة زائد دي سي شحال حسب المعطيات هي جذر شو جذر مربع ثلاثة وهنا الأس إثنان. واش فهمتوا هنا ما عطاونيش AC ولكن نقدر نحسبها باش غنحسبها كتساوي أدي زائد دي سي. إذا كنتيجة جذر مربع ثلاثة زائد جوج جذر مربع ثلاثة هي ثلاثة جذر مربع ثلاثة الكل أس إثنان وهنا كنطبق خصائص القوى اللي هي ثلاثة أس إثنان في جذر مربع ثلاثة أس إثنان اللي هي كتساوي تسعة في ثلاثة كنتيجة شنو هي سبعة وعشرون. إذا أنا حسبت AC أس إثنان واللي نحسب AB أس إثنان و BC أس إثنان AB أس إثنان. إذا حسب السؤال السابق راه كنا حسبنا AB أس إثنان مش حلقينها كتساوي هي تسعة حسبو كذلك دابا BC أس إثنان. إذا حسب المعطيات BC شحال كتساوي هي ثلاثة جذر مربع إثنان وندخل عليها الأس إثنان. إذا شحال غتكون كتساوي هي ثلاثة أس إثنان في جذر مربع إثنان أس إثنان ثلاثة أس إثنان شحال هي تسعة في جذر مربع إثنان أس إثنان هي أربعة يا ربي أعتذر في إثنان أعتذر عن هذا الخطأ تسعة في إثنان كم تساوي 18. إذا هاي عندي AC أس إثنان لقيناها 27 AB أس إثنان لقيناها 9 و BC أس إثنان مشحال لقيناها كتساوي 18. إلا جيت درت المجموع 9 زائد 18 مشحال كنلقاها كنلقاها كتساوي 27 وهنا بديت كنلقى طرف الخيط. إذا شنو غنجي نكتب الأستاذ نلاحظ أنو H 27 شنو كتساوي كتساوي 18 زائد H زائد 9
27. منين جاتنا هاد 27؟ جاتنا فاش حسبنا أس سي أس إتنان، نعوضوها يعني أس سي أس إتنان شنو كتساوي؟ 18. 18 منين جبناها؟ من بي سي أس إتنان زائد 9. منين جبناها؟ من أ بي أس إتنان. إذا أش كتلاحظو؟ بأن تحققت لي العلاقة الرياضية في هاد المثلث أ بي سي اللي هي شنو ستقول لي؟ بأن مربع أحد الأضلاع كيساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. وشنو هي النقطة اللي كتعاود لي هنا؟ كتعاود لي النقطة بي، يعني أن المثلث أ بي سي فين غيكون قائم الزاوية؟ في المثلث بي. إذا شنو نكتب الأسد؟ إذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن المثلث مثلث ABC قائم الزاوية فين؟ في النقطة اللي كتعاود. شنو هي النقطة اللي كتعاود؟ في B. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين، والله يرضي عليكم. اللي عنده شي تساؤل مرحبا به في صندوق التعليقات، وشكرا. والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.